البلوشية هي إحدى اللغات التي يتحدث بها في عمان، وتنتشر في إيران وباكستان وأفغانستان وتركمانستان وفي بعض مناطق جنوب الجزيرة العربية وساحل أفريقيا الشرقي، ولا يعرف عدد المتحدثين بها غير أنهم يقدرون بين 3 و7 ملايين شخص. وتصنف اللغة البلوشية بناء على خصائصها الصوتية والإتمولوجية على أنها لغة هندو-أوروبية، وتنتمي إلى اللغات الإيرانية التي تضم الفارسية والكردية والبشتوية. أما عن اللهجات فتنقسم البلوشية إلى لهجتين، اللهجات الغربية في إيران واللهجات الشرقية المستعملة في باكستان. ظلت البلوشية شفوية إلى أن تحولت إلى لغة مكتوبة في القرن 20 بجهود باحثين ومستعمرين بريطانيين، وأصبحت تكتب بالحروف العربية الفارسية منذ مطلع القرن 20.